Bon, je vais répondre à la question de Sichrif. شوفوا اون غريف جينيرال معناتها اضراب عام شامل يخص كل القطاعات، القطاعات العامه الخاصه المصانع، دونك تو لي سيكتور يتوش تو لي سيكتور. كي تعود اون غريف فريمون جينيرال سا دوفيان ماشي اون غريف جينيرال نتاع خدامين ولا نتاع مصالح، سا دوفيان اون ريفونديكاسيون بوليتيك. لكن لا غريف هادي قاموا بها لي سانديكا بصح بعد ما وحدوا قياده اون سنترال سانديكال كيما قلنا احنا في الميسيون لو كان باش نحاربوا النظام يفو كريي اون سنترال سانديكال تاع الثوريين. هنا لا غريف جينيرال يكون عندها معنى كبير، علاش؟ لانها تعطل مصالح الاستعمار والشركات الاجنبيه اللي دارت استثمار في الجزائر تبلوكي لها المصالح نتاعها، دونك سافا لو كوتي دلارجون، دونك يخاف لاكسيونير جوستومون كي فا اورغانيزي سي سا. لازم الشعب يثيق في قياده ويمشي بالقياده هذه، ولما تامر القياده الثوريه هذه قال غراف جينيرال دركا غراف جينيرال، هذيك لا غراف جينيرال تولي انكيتوس. قال شكون القياده في البلاد؟ الناس اللي حاكمين ولا القياده الثوريه والشعب معاها؟ الفائده نتاعها هي تحرير الجزائر وتتحرر الجزائر، لانه لما الشعب يدير غراف جينيرال بإعاز من قياده ثوريه العالم بكل يفهم حاجه واحده، يقول للنظام الجزائري هز باجاجك وطير، باسكو هاد القياده الثوريه مادام الشعب متبعها تقدر تقلب عليك الطابله وتقلب عليك الميدا وما تروحش لغراف جنرال وتروح للرفض المدني ولا للعصيان المدني سي انكور بير. ثالثا لا غراف جنرال ينظموها لي سانديكا اكسترا، دونك لا غراف جنرال هذه عندها طابع تري بوليتيك، تري بوليتيك. ما تروح واحد يقول لك هو يخرج لنا لارمي، لارمي ولد الشعب، والارمي ما لازمش يطيح في البياج هذا، باسكو الشعب اقوى من الجيش. الشعب اللي يتبع قياده سياسيه يقدر يكرازي الجيش والشرطه والدرك والاستعمار تو سامبلومون. دونك مام الجيش موش حمار، الجيش يخمم، نظر على الجيش نتاع الصح الجيش التقني ماشي على الجيش الاخر، لانه لما يكون الشعب عنده قياده اون غراف جينيرال، ماشي غير اون غراف جينيرال، حتى من ليكيب دو فوتبول ريفولوشنير فريق ثوري، حتى من الفنانين في التياتر، حتى من الناس اللي تغني، حتى من الممثلين، حتى من الناس كل يقدروا يكونوا ثوريين، لانها قضيه شعب ومصير امه. طرحت علينا سي شريف سؤال، قلت لنا علاش فرنسا كي جات 1830 فرنسا ما لقاتش شعب ولا امه، لقات مجموعه قبائل. احنا ما وليناش امه، مازال ما وليناش امه حتى لحد الان. كاين الناس يقول لك وش بيهم هادو، كيما المثل قال له وش بيهم زوو مع دو غول ولا مع فرنسا، تالمون الناس ماهيش او كورون ماهيش او في. لازم هبه شعب تحت قياده حول مبادئ حقيقيه، لا سيتويانتي الجيريان، انا مواطن جزائري، جزائريتي فوق كل شيء، نوميديتي فوق كل شيء، لانه كلمه الجزائر با ولا في النهار دونك نهضر هكذا باش الناس تفهم، باسكو الناس تخلط بربي ان شاء الله سترا نوميدي، مي اون بارل ميتنون دالجيري سي سكي اكزيست اكطوالمون. هنا تقلب بالدنيا لا غراف جينيرال، هنا العالم يشوف، العالم شي يحوس، يحوس يحكي مع شعب كي تود عنده قياده، شعب هامل وحده وحده يسمع به. يا بوكو تبي فيهم ثورات درك شعب نايض وحده واحد ما سمع بهم ويجيو ابهرنا العالم بسلميتنا. ابهرت العالم يا كافي يا بكبك يا فيزاج مارون، كرهنا من رب الكوافا، الكوافا الكوافا اجمع الكوافا لازمهم صاص ديكومبريسيون باش يتحضر، الكافي يا جماعه ما يجيب والو، او ما يجيب والو. كيما المثل الشعبيه تاعنا يقول لك ما تخافش من الشبعان اذا جاع، خاف من الجيعان اذا شبع، الكافي هذا هو. وعندكم اكبر امثله، هذا المعرب زين هذو منين جاونا احنا؟ الكوافا هذو بكل بكل يهضروا وصحاب اللغه العربيه بكل، وبكل من لازون جون تاع الجزائر. هذا لي مقري لي جاب الله البكبك الكاف هادو، هادو ضد الحضاره ضد التطور، هادو هادو متخلفين، هادو سيدي ستالاغميت، سيدي تريك عندهم دي سيكل، ويجيو يهضروا. واحد كيما ولد المايضه تاع مقري هذاك غلام المايضه يقول لهم مستعدين نحكموا الحكومه، تتحكم رئيس حكومه
عند روحك عندك محمد سيس في الجزائر واقيلا، ما عندكش محمد سيس في الجزائر باش يطلع حكومه من برلمان اسلامي، هذه غير نساها ثاني نحياك كاع من دماغك. شفتو انت الدوسي تاعك ثقيل ثقيل ثقيل، ام قري ثقيل. بنقرينا مازال ما لحقكش الثقل، لا بنقرينا حتى بتي بوندي سراق صغير يلعب تاع تاع الدوسي تاعك ثقيل 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 ثقيل، سير دبي سير راس الخيمه سير لا تركي، ثقيل 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 ام قري ثقيل. انت على بالك نديوك الحبس بلا ما بلا ما انا كيف نقول لك انا بين لا طول ينزل ستيلو ونسني نديك الحبس بيربات، هذا لما نفتك بورتا اوترايزون. دونك j'ai répondu à la question de notre frère Chérif, c'est tout simple. Une grève générale, تحت قيادة سياسية, c'est la réussite sûre. Une grève générale, بلا شي قيادة سياسية, ça devient une revendication sociale dans un monde où l'économie, elle est assez quand même. كما نقولوا حنايا en récession, واحد ما يسمع بك, كلاك بوبي, tout simplement. Oui, Farid d'Alger, انا ثاني ما نحملش الكوافا, ما نكذبش عليك. يفوك تقشرهم باسكو كون ما يتقشروش سيت اون كاتاستروف. الكوافا لا كان تحل البوس سي ان بروبليم. الكافي سي ان مرض في راسو. الكوافا صاي يونا مرض غير ان حكومه كل تاع كوافا هاك تشوف فيهم باكاند وبكل دين ربي بكل الكاف الخو عند راح ملي يلبس كرافاطه سي كلكان خيف عليا اسمع واه ميزا اسمع في زاي 70 واش تقول لك الكافي اذا تحل بحالو صعيب يا رب اكزاكت حميد الله الكافي اذا تحل بحالو صعيب. Donc, oui, on a notre chère auditrice du Canada, fidèle auditrice. Oui, monsieur Saïd Ben Nasser, tout à fait. L'ilm, c'est la science, c'est le savoir, c'est le civisme, c'est la hadr ou la hadara. وي وي من اتولي في الصورة تاع الدجاج الحمد لله الانتخابية بالدجاج فريمون انكرويابل. الو الو مساء الخير. مساء النور مدام مرحبا بك. السلام تبارك الله يسلمك. مساء الخير عليكم كامل. انا اجوردي مو جو سالو بالمقاومة الصحيحة تاع الصح تاع الصح الحقيقية. وي المقاومة الحقيقية مش المقاومة المزيفة اللي راهي راهم il appelle pour donc je ne sais pas est-ce que c'est encore un tour de ce ben oui c'est de sonner d'âme. Maintenant je vous dirais que le Chab Mskin il saura pas où donner de la tête. Tout, alors vous avez deux personnes, les gens qui appellent Mokawama Dakhilia ou les gens de l'extérieur qui appellent aussi à la Mokawama. Alors, d'après vous, lequel, plutôt, quel Mokawama Chab il va suivre? Normalement, honnêtement, Shofi, Nathéhelk en deux phases. Honnêtement, s'ils sont sincères pour Mokawama, ils doivent rejoindre le CRM. Oui. C'est clair. S'ils ne sont pas sincères, ils sont là pour casser le discours du CRM.